وجه الشبه ما بين عنقود العنب وما بين القلب اللي انت بتتعامل معاه؟ لا، هو مش وجه شبه، هو وجه تناقض شديد. تناقض شديد. يعني انا مع الـ مع الـ مع القلب انا في سباق شديد جدا مع الزمن. يعني انا مثلا هخش هعمل مثلا شرايين، مش الدقيقه محسوبه علينا، الثانيه محسوبه. ايه، هو انت بتعمل، لو بتعمل شريان بتعمله في قد ايه؟ في حوالي 4 دقائق. 4 دقائق في المتوسط، 4 دقائق. ممكن احتاج اعمله اسرع. كل ما حاله المريض تبقى يعني اصعب، تحتاج سرعه اكتر في الـ في الـ في الـ في الاداء. بس حضرتك كنت بتقول لي انه في، انه بالنسبه لك القلب انت في سباق مع الزمن، والعنب، العنب في يعني النقيض بالظبط، ان انا اقعد استنى الحبايه العنب دي انها كل 3 ايام تزيد ملي، وابقى مبسوط قوي بالملي اللي زادته كل 3 ايام. فده النقيض بالظبط. يعني انا يعني دايما الواحد بيحب يشوف الابيض والاسود. انت قلت لي انه شكل العنقود بالنسبه لك قريب من شكل القلب، يعني في، يعني هي نفس العلاقه العاطفيه بين القلب وما بين العنقود العنب؟ لا طبعا مش نفسها، لا، العلاقة مع القلب طبعا مختلفة تماما. يعني لا، انا علاقة، بصي، انا في اوضه، انا العالم بتاعي اوضه العمليات، العالم الحقيقي بتاعي المستشفى واوضه العمليات. طبعا المزرعة بالنسبة لي حاجة جميلة وانا ببقى مبسوط فيها، وبطلع الاسترس، الضغط العصبي اللي جوايا. انما طبعا انا العالم الحقيقي بتاعي اوضه المستشفى واوضه العمليات. دي اللي انا بعيش فيها، دي اللي انا بقضي اغلب وقتي فيها. إيه، انت مزرعتك تحولت مش بس المكان هوايه وتصدير وربح، انما لتجارب علميه. انا استاذ جامعه، فاكيد لما هشتغل في المزرعه مش هشتغل زي اجدادي ما كانوا بيشتغلوا بنفس الطرق. لا، احنا، انا يعني، انا لا، انا المزرعه عندي مفتوحه. اولا احنا بنعمل تجارب كل سنه، لازم كل سنه نعمل تجارب جديده في الـ في الـ في الـ في الزراعه، في الـ في الـ في الـ سواء في الـ في الري، في كل حاجه مفتوحة لكل المعاهد والكليات. اللي عاوز يجرب أي حاجة بيجي عندنا ويجرب. نجحت، فشلت، مفيش أي مشكلة. لأن هو ده اللي هيحسن بيسموها إيه الميثودولوجي؟ في منهجية في الأداء، منهجية علمية أكيد. لأن أنا بقول لهم إحنا مثلا في العنب، إحنا مش بنزرع عنب، إحنا بنصنع عنب. إحنا عندنا بروتوكول بنمشي عليه في المزرعة عندك، في المزرعة يعني. لازم بنمشي عليه، والبروتوكول ده موجود مع الناس كلها. بس للأسف الناس كلها ما بتهتمش بالفاين ديتيلز أو التفاصيل الدقيقة بتاعت البروتوكول ده. إنما هو بروتوكول لو مشيتي عليه 100% هتنجحي 100%، مشيتي عليه 50% هتنجحي 0%. أنا هرجع تاني لقلب يا دكتور طارق، لأنه شهرتك الأساسية ومهارتك الأساسية هي موضوع القلب ده. أنت ليه قررت أن ولادك، أو شجعت ولادك أن هم يبقوش دكاترة لا في القلب ولا في غيره؟ النجاح مش سهل، وطريقه صعب جدا، وفي الطب طريقه طويل جدا. أنا السنة دي كملت 30 سنة في جراحة القلب. أنا بديت جراحة القلب سنة إبريل 84، إبريل السنة دي كملت 30 سنة. لا، المشوار طويل، المشوار طويل قوي، وكله يعني لولا ان انا بحب جراحة القلب قوي ما كنتش كملت. عايز اسالك يا دكتور، هو ايه اللي بيكسب اكتر، تصدير الفاكهة ولا جراحة القلب النبض؟ لا يعني سؤال والله مباشر. يعني ولا زي بعض؟ انا عمري ما فكرت فيها كده، عمري ما حسبتها بالطريقه دي. يعني انا في المزرعه بنصدر وبنشتغل وكل حاجه. ممكن سنه المزرعه تكسب، ممكن سنه تغطي تكلفتها. اوكي، انا سعيد جدا. انا بشغل ناس، انا عندي عمال، عندي مهندسين وعندي عمال في المزرعه. انا بيوصل مثلا عندي في المزرعه ممكن 180 200 عامل في اليوم في المزرعه. فما يعني لما حتى لو في سنه من السنين غطت تكلفتها، خسرت شويه صغيرين، مفيش مشكله. انا سعيد بيها جدا.
جراحة القلب طبعا بكسب منها فلوس، ولكن ده مش الهدف الاساسي بالنسبه لي. يعني انا الحمد لله بنعمل عمليات كتير من غير اي حاجه. طيب المزرعه دي او الزراعه او الفلاحه او تصدير الفاكهه لا علاقه بيسموها ريتايرمنت بلان او خطه ما بعد الخروج على المعاش ولا لا؟ هي طبعا ليها علاقه اساسيه جدا جدا جدا، لان انا جراحه القلب دي بالنسبه لي عامله زي ما يكون واحد متجوز واحده جميله قوي وحلوه قوي بس مزعجه جدا. بالظبط كده يعني. وممكن حد الطباع جدا. انا بحب جراحه القلب جدا، ولكن احيانا بحس ان انا تعبت، فلازم يبقى عندي دايما لازم يعني المزرعه دي مخلياني اتجوزت عليها واحده تانية اللي هي المزرعه بالظبط، مخلياني احس ان انا اقدر استحمل التعب ده، لان ممكن اسيبها. يعني اللي شفته في والدي واللي شفته في دكاتره في اساتذتي ان هم لما بيبطلوا شغل حياتهم بتنتهي. يعني ما دايما يعني 99% من الدكاتره ما يعرفوش يعملوا حاجه غير الطب، حياتهم طب، شغل صح. عياده مستشفى، ما يعرفوش يعملوا حاجه غير الطب. فانا الحكايه دي كانت تقرقني جدا، يعني ان انا لا ما يعني لازم يبقى عندي حاجه تانية، بحيث ان انا لما اقرر في وقت من الاوقات ان انا ابطل طب ما مش هروح اقعد في النادي. يعني انا والدي بطل طب وهو عنده 74 سنه. في 6 اشهر انا حسيت ان هو عجز 20 سنه اول ما بطل طب. برضو اكتر من واحد من اساتذتي شفتهم لا ما ينفعش، لازم يبقى عندي حاجه تانية، بحيث ان انا لما اقرر ان انا هبطل الطب ده بكره هلاقي حاجه تانية اعملها وبستمتع بيها. بتزرع مانجا. الخال عبد الرحمن الابنودي عملنا معاه حوار وبعدين قال لنا المانجا السنه دي بتطرح كتير جدا، وكان بيتكلم على انه قد ايه مصر ممكن تبتدي تشم نفسها. فاحنا صحيح يعني كلام الخال على العين وعلى الراس، بس قلنا ده كلام شاعر، يعني عارف كلام كده ايه. انت طبعا عارف الكبير عبد الرحمن الابنودي، يعني كل حاجه بالنسبه له تبقى شاعر واحاسيس. حتى قلت له بأمارة ايه علميا؟ قال لي ماليش دعوه علميا، المانجا السنه دي طرحه. انت بقى بصفتك خبير مانجا. انا الحقيقه شفت الجزء بتاع اللي حضرتك عملتيه مع عبد الرحمن الابنودي لما قال ان هو حس ان الشجر السنه اللي فاتت كان بيبكي. ايوه صح، هو قال كده بالظبط. انا الحقيقه فعلا لان انا حسيت بنفس الاحساس السنه اللي فاتت، ان فعلا الشجر كان بيبكي، وان الشجر احنا البني ادم كان بيبكي بالدموع، الشجر بكى بالحب المانجا الصغير اللي عليه وقعوا على الارض كله السنه اللي فاتت. اهو يا خال، اهو كلام علمي معملي، استاذ جامعه بيقول الكلام فعلا فعلا. السنه اللي فاتت فعلا يعني انا كنت دخلت المزرعه، شجر حلو قوي مليان حبوب رائع. اسبوع بالظبط دخلت المزرعه لقيت كل المانجا دي على الارض، فحسيت فعلا ان الشجر ده بكى. السنه دي لا طبعا الشجر سعيد جدا ومبسوط، وزي العم واضح انه هتصدر السنه دي مانجا. دكتور طارق هيصدر مانجا السنه دي. طيب بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله دايما يا رب في كل المحاصيل. دكتور طارق حلمي عامه متقوقع جدا في غرفه العمليات والمزرعه، وعلاقته بالعالم الخارجي محدودة لأقصى درجة أو قد تكاد تكون منعدمة يعني. ويوم في ال 18 يوم ما نزل الميدان بقينا كلنا مستغربين جدا، الجراح ده إيه اللي خرجه من أوضة العمليات، والحقيقة هي كمان في حد ذاتها تجربة فريدة. وحكى أياميها إزاي إن ولاده كانوا هم السبب في ده. أنت رحت الميدان في ال 18 يوم وبعد كده رجعت تاني أوضة العمليات والصومعة، زي ما كنت الاول يا دكتور طارق ولا بقيت يعني شويه مهتم بالشان العام؟ لا طبعا مش زي ما كنت الاول. انا الاول يعني انا قبل ما انزل الميدان ده لا انا كنت في عالم لوحدي خالص، انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن السياسه
ولا اعرف حتى مين الوزاره مثلا. كتير قوي اعرف وزير الصحه ده اقصى حاجه اعرفها يعني اللي يخصك. كنت اسمع مثلا كان يقولوا ان في ايام فتح سرور في مجلس الشعب ان في مشاكل في مجلس الشعب، بس انا ما كنتش اعرف ايه المشاكل اللي في مجلس الشعب. يعني كنت منعزل عن العالم تماما. دلوقتي لا طبعا لازم غصب عني بتابع الاحداث واشوف الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين اجباري. اعتقد ان احنا كلنا كده يعني. طيب دكتور طارق، انا لو وده سؤالي الاخير، لو تخيلنا ان مصر مزرعه او قلب نابض ايا كان، سواء بقى بصفه مزارع او بصفه جراح، شايف ممكن تبقى الوصفة عاملة ازاي من وجهة نظرك؟ عايزة اقول يعني مش متحرجة اقول المتواضعة، لان هو دكتور طارق بيقول انا ملياش في السياسة، انا بحب بلدي وبشتغل بكفاءة وامانة وخلاص. لو هي مزرعة، شايف لازم نتعامل مع الارض عشان المحصول يطلع عامل ازاي؟ ولو هي قلب موجوع، المفروض نعمل ايه عشان يرجع ينبض بشكل صحي؟ طبعا انا ما اقدرش اقول لك، يعني انا طبعا يعني ما بفهمش في السياسه قوي وما بفهمش في الاقتصاد، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان احنا بلدنا فيها خير كتير قوي وفيها امكانيات بشريه عاليه جدا جدا جدا، وفيها امكانيات يمكن امكانيات ماديه متواضعه، انما احنا محتاجين، احنا قوة بشرية قوية جدا. لو اشتغلنا مفيش حد هيقدر يقف قدامنا. لو كل واحد يشتغل، مش بس انا، كل واحد يشتغل 8 ساعات في اليوم وينتج في الثمان ساعات دول يوميا، انا متأكد ان البلد دي هتتقدم في خلال فترة وجيزة جدا. عارف دكتور طارق حلمي، والارقام دي عندي من يمكن من 4 سنين، يمكن تكون او بالتاكيد حصل تحديث. انا هقول لك الرقم عشان يخصك انت كطبيب، ويخص الكلام اللي انت بتقوله بتاع التنميه البشريه، ويخص موضوع الاطباء وظروفهم الصعبه دلوقتي. العالم العربي فيه تقريبا 500,000 طبيب من المحيط للخليج. شوف بقى الدول العربيه كلها، شمال افريقيا والخليج والشام ووادي النيل، ده كله فيه تقريبا 500,000 طبيب. عارفين كم طبيب منهم مصري؟ نصهم أطباء مصريين. أكتر من 200,000 طبيب في العالم العربي مصريين. فأنت لما بتتكلم على القوى البشرية، احسب كده بقى على المهندسين، احسب على المدرسين. يعني إحنا الكلام أنت بتقوله صح، مش بشكل انطباعي، بشكل معلوماتي. أمنيتي إن إحنا نقدر نوفر سيستم أو نظام منظومة للأطباء، إن هو نحترم وقته ونحترم جهده ونخليه يقدر يركز في شغله. صحيح، هيدي كتير. ده حلمك بالنسبة للطب. طب حلمك بالنسبة للفاكهة، إيه حلمك بالنسبة للمزرعة يا دكتور طارق؟ أنا عندي أحلام إن أنا أشغل مثلا المزرعة بالطاقة الشمسية، إن أنا أشغل أعمل البايو جاز، إن أنا أبتدي أنشر الكلام ده في المزارع اللي حواليا. هي دي احلامي بالنسبه للزراعه. انما كزراعه نفسها يعني ما اعتقدش ان فيها احلام كتير. الحقيقه هي فيها نموذج، مش احلام، هي فيها نموذج للقدره على الاستمتاع بنشاطين. فيها نموذج لفكره الاجاده حتى في حاجه بدات هوايه، يعني موضوع المزرعه. فيها نموذج لفكره المنهجيه في العمل. يعني المزرعه ماشيه بالسيستم، النظام ما يخر، يعني بالدقائق وبالمواعيد وبالورديات وكل حاجه، يعني ما هياش ماشيه اعتباطا يعني. فالحقيقه لا، ده كان نموذج بالنسبه لنا مهم. نشكرك على انجازك واجادتك في المهنتين بنفس الحب. شكرا جزيلا. شايفه منوره ازاي؟ انا بصيت لك منها. ايوه في فراغ. أوكي. لو ما حدش يعرف يعمل شغل بايده، مش هيعرف يطلب من الصنايعي هو عايز ايه. بس النهارده مش هنعمل كده. قعدت اسبوع مدربه على الطعام. اللي بتعمله مروه ده يفيد ولا يضر؟ نطت من النقيض للنقيض. اول مره تشوفوا بنت تموي، الناس هتقول عليكي ايه وانت لوحدك في الشارع. حكايه مروه
ممكن عند ناس تقابل بلا مباشره من غير تفكير. هم اوريدي بيثقوا فيا بس مش بيثقوا في المجتمع اللي حواليا. يعني ينفع يعني بنت تمول لي؟ يعني هو انا همول لك ميه ساقعه وهو يمول لك بنزين؟ ما امول لك بنزين. ونزل يجيب اكل عيشه زي ما بيقولوا عشان الراجل ما يعيبوش اللي جايبه، وانا كمان نازله اجيب اكل عيشي.